روسيا عم تطلب حق الفيتو لقتل أولادنا بالجوع. هلق احنا ما عندنا شيء، تركنا بيوتنا وارضنا ورزقنا، ما ضل عندنا شيء غير السله. هالسله اللي عم يعطونا اياها تنقطع، اولادنا بصير عندنا مجاعه، وضعنا صفر، واسه بده يصير اسوء. وموضوع المرض الكورونا هذا، اذا ما جابوا لنا ادويه عم يحاربونا فيها، وما جابوا لنا ادويه اسه وضعنا بده ينتهي خالص. ما كفى الاجرام الروسي بالقصف في طائرات، وبدأوا بملاحقتنا على لقمة عيشنا، وقاموا بحق نقض الفيتو وقتلنا جوعا، وكان هذا أصعب من قصف طائراتهم.